بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة. لا شك أن من خلال هذا البرنامج يسلط الضوء فيه على قضايا كثيرة، ولكن هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة وأيضا عبر هذا البرنامج هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. كل منا له أخطاء، والناجح في حياتنا اللي هو يغير هذه الأخطاء. لا شك أن الانتقال من السلب إلى الإيجاب هذا هدف هذا البرنامج. لابد أن تكون في حياتك التغيير من خلال إدراكك للظرف اللي أنت تعيشه. إحنا كلنا نعيش وإحنا كلنا نتواجهنا ظروف وهموم ومشاكل، ولكن مع خطوة نحاول نغير خطواتنا إلى الإيجابية، من حسن إلى أحسن. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مصالحة الذات أو السلام الداخلي مع النفس. بلا شك مشاهدينا الكرام نرحب في الدكتور عبد الرحمن أبا ذراع الظفيري استشاري نفسي. يا هلا مرحبا فيك دكتور، وانا سعيد في لقائك. حياك الله ورحب ايضا بمشاهدينك في برنامج خطوه. بالفعل هو خطوه الى الامام ومن السلب الى الايجاب. تسلم دكتور الغالي، اكرر لك التحيه والله يجزاك خير على هذا الحضور وعلى هذا، يعني انك خصصت لي وقت من يعني الجدول اللي انت قاعد تعيشه اليوم. الله يجزاك خير، فعلا انا لاحظت شخصيا انه زاخر ما شاء الله بالانجازات وبالعطاء وايضا بالاستشارات. الان دكتور غالي، مصالحه الذات، بدايه هذا المفهوم يمكن الكثير يعرفه لكن مو عارف ابعاد هذا المصالحه. بدايه ما المقصود بمصالحه الذات؟ مصالحه الذات انك ترضى عن نفسك. مصالحه الذات انك تحب نفسك. بس دكتور احنا بدايه ما بها بدايه ساخنه، يعني تحب نفسك مو مبالغ فيها. يعني انت عرفت فهمت الرساله دكتور، واحنا وانت قلت لي برنامجنا فيه شويه بعد نقدر فيه نتكلم مع مشاهدينك الراقين المثقفين وجميعهم ان شاء الله لهم كل التقدير والاحترام. مصالحه الذات ما تكون دلع نفسك واشتر هديه لنفسك لا، خلنا نتكلم بي 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 بعلميه اكثر. مصالحه الذات انك ترضى عن نفسك. الرضا عن النفس الله عز وجل يقول في كثير من مواقع الآيات والصور في القرآن الكريم بأن الله عز وجل لن يرضى عليك إلا عندما تقوم بما أراده منك الله عز وجل. في بعض المسؤوليات اللي مطلوبة منك، وعشان تحقق المسؤوليات تؤدي العبادات، تؤدي الصلوات، تؤدي بينك وبين ربك عز وجل، هني أنت ترضى عن نفسك أو تعتقد بأنك أديت واجبك أمام الخالق. صح، ونحن جئنا للعبادة. نعم صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحن الأساس الرئيسي هو العبادة. إحنا نتكلم بشكل علمي دكتور، ما نتكلم بشكل يعني بلا شك بأنه مغلف بالشكل النفسي. وعلى فكرة يعني ديننا هو منبع التوافق النفسي والرضا النفسي والاستقرار النفسي. ودائما أنا أتذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الميزان المهم هو الجميل في أنك تكون راضي عن نفسك، أديت واجباتك أمام الله عز وجل. يلي ذلك ماذا؟ إذا كانوا والدينك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا ما بعد الله عز وجل هي بعد عبادة الله، هي أيضا تكاد تكون عبادة، هي الوالدين ورضاهما. أرضيت الله عز وجل وأرضيت والدينك بإذن الله أحياء وأمواتا من خلال استخدام القيم اللي وصوك عليها، أنه هذا الإرث اللي وصوك عليه، الأحياء تستمر والأموات وصوك على أشياء كثيرة، أنت تسير وفق ما يرونه وما يتوافق مع رؤاك ورؤاك الفكرية والدينية. هذه الخطوات هي يا دكتور هي التصالح مع الذات. بعد ذلك ابحث عن ما لا يقلقك. ابحث عن ما لا يقلقك. صحيح واضح. نعم، القلق مو صحيح إنه نقول لا تقلق. أنا آسف، حتى لو كانت مكتوبة وكتب يقولك لا تقلق، كيف ما أقلق؟ القلق موجود. صحيح، ما في قلق إيجابي. تعتبر سمة دكتور في الإنسان. بالضبط، عيالنا ما يقلقون قبل الاختبارات. صحيح. أنت ما تقلق إذا كان عندك خطوة إلى الأمام، أمام برنامجك خطوة الآن، ما تقلق قبل البرنامج. صحيح. ترى هذا من الإيجابيات، القلق المحفز، القلق الإيجابي. متى يكون القلق عرض ومرض؟ إذا توقفت في هذه المساحة فترة طويلة أو فترة أطول. متى يصبح الحزن مرض أو عرض؟ إذا أصبح الحزن أكثر مما يلزم. إحنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزونون لابنه. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حزن لكنه لم يتوقف هنا، غادر هذه المحطة وانطلق إلى نشر تلك الدعوة المسؤولية والرسالة. صحيح. التي طلبت إرضاء لله عز وجل وفي نشر هذه الدعوة. إذن نحن نمارس مشاعرنا، وهذه مشاعر وعواطف،
لا نعتقد بأنه الإنسان يمكن أن يكون سعيدا دائما لو أننا خاصة المؤمن، المؤمن مبتلى. فلذلك وجب علينا أن نعرف دكتور أنه في أبعاد مهمة للتصالح مع الذات، أولها أن ترضي الله عز وجل. صحيح. وأن ترضي الوالدين، وبالتالي تبحث عن المقومات. نعم. التي تساعدك على أن تكون راضيا على نفسك. دكتور، من ضمن الآيات اللي أنت ذكرته أيضا عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في آيتين، آخر آيتين من سورة البقرة، نعم، لعلنا ناخذ منها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية والله لو تنحط على الجبين، الله، بأن الكل ربنا سبحانه وتعالى ما يعطيك أكبر من قدرك وحجمك وضغطك النفسي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لك بأن ترى أنت لك هموم معينة خاصة فيك. في كثير من الناس للأسف مع أول خطوة أو مع أول إنجاز أو مع أول تقدم يوقف ويطق بريك ويقولك بس خلاص أنا ما أقدر. لو نمين حفزة دكتور، احنا قلنا مغناطيس إيجابيات قبل شوي، الآن في مغناطيس سلبيات. سلبيات يعني يحمل نفسه ما لا طاقة له بها. والله ما الله عز وجل ما فعل هذا الشيء، انت تروح تفعل هذا الشيء؟ يعني انسان حمال الأسية يشيل هموم الدنيا كلها وهموم الناس. نعم. واذا طالع السوشيال ميديا طالع الاشياء، وهذه والله فرصه انا بقولها عبر خطوه يعني تسمح لي انا بالاذاعه واصل للمستمعين، لكن اليوم احنا بنستثمر وجودنا في تلفزيوننا. يا جماعه لا تطلعون اشياء سلبيه، اوكي فيها عبره ما هي مشكله، لكن انه تتعود انت اول شيء العقل، ترى العقل هو أحد المكونات الرئيسية اللي تخليه يدمن، أنك تعتاد أنت بالتكرار إلى الشيء. لما تكرر مشاهدة أشياء سلبية، قتل، حروب، مشاكل، راح تنعكس عليك، عقلك راح يتبرمج على السلب وليس على الإيجاب. فبالتالي أنت تتعود. حتى الألعاب الإلكترونية السبب الرئيسي فيها عند أبنائنا هو الإدمان، الإدمان لأنه تكرر معهم هذا الأمر دون تغيير من المسؤول عن هذا الأمر. لذلك احنا لا نكون مغناطيس للسلبيه، انت كون مغناطيس للايجابيه. وانت من تستطيع بانه شنو احنا قلنا في حلقه من حلقات، انك تكون انت محتوى الكلام الطيب، واحد، اثنين تتقبل الكلام الطيب، ثلاثه تصدر الافعال والكلمات الايجابيه، وتمتلك قوه التغيير. نعم. اللي تساعدك على هذا الامر. دكتور، في مصطلح اللي هو ذكرته بالبدايه اللي هو السلام الداخلي، هل المقصود فيه دكتور بأن أي إنسان قبل لا يخطو أي خطوة يجب أن يراجع نفسه ويعرف قدراته أمام قدرات الآخرين؟ والمقصود فيها دكتور أن أحيانا في ناس يمكن مقبل على إنجاز معين، تجارة معينة، دراسة معينة، هدف معين، فهل من الواجب أن أولا يعرف قدراته أمام قدرات الآخرين حتى يتصالح مع نفسه؟ يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. هذا بيت محفز إيجابي، صح؟ نعم. بس راح أقولك شلون أكون سلبي. ويقول الآخر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أنا أجيبها بالأبيات دكتور إذا سمحت للمشاهدين. أول بيت، البعض يأخذ هذا البيت دون أن يركز على ما في جعبته من قوة. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لكن أنت تقدر تصعد الجبل وأنت ما تمتلك القوة اللي تساعدك على صعود الجبل؟ أبداً. أبداً لا تصعد. يجب أنك يكون عندك هالأدوات اللي تساعدك على صعود الجبل. وأنا أقصد بصعود الجبل افتراضاً أقصد النجاح، أقصد المنافسة. صحيح. أقصد الحصول على وظيفة، أقصد الدخول في تجارة معينة. نعم. في مغامرة في تجارة معينة. إذا ما تمتلك الأدوات، لا يا أخي، عيد التفكير مع نفسك وبعدين انطلق لهذا الشيء. طيب، الآخر يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إيه، أنت متى تكون متردد؟ إذا كان عندك عزيمة، وإذا كان عندك قوة، كل المقومات متوفرة يعني دكتور. وإذا كان عندك رأي، والرأي مو سهل، ترى البعض يدلي برأيه دون ما يعرف أبعاد هذا الرأي. اسمعه من عبد الرحمن. نعم. قال اليوم، قال السوشيال ميديا، قال اليوم، قال عبد الرحمن: يا دكتور شو انت دكتور انت تقول لي عن الناس؟ انا اليوم سامع عبد الرحمن. زين، عبد الرحمن هذا الراي اللي اخذته وجاي تدلي فيه لراي لدكتور متخصص في علم النفس، هل انت تعرف انه هذا الراي سديد وهذا الراي حقيقي؟ لذلك يجب ان يكون في جعبتك القوه التي تساعدك على ان تشعر بانك بالفعل تقحم نفسك في الامور. مو مشكله انك تقحم، والمغامره ليست سلبيه. صحيح. لكن هل تمتلك الادوات اللي تساعدك على انك تدخل في هذا المعترك؟ هذا هو الأهم. نعم صحيح. دكتور، أنت ذكرت بيتين شعر أنا هنيك عليهم، ولكن أيضا في واحد من أبيات الشعر اللي دائما أنا أشوفه هو مصالحة مع الذات ومصالحة مع الآخرين. في شاعر يقولها والله ما أعرف حتى اسمه،
ويستاهل أن نذكر اسمه. يقول أنا رفيق الكل دون تحديد، حتى عدوي لا بغاني لقاني. دلالة على شنو؟ أنه حتى لو تصير عنده مشكلة، هذا عنده سلام داخلي كبير، لأنه يتقبل حتى الآخر، لأنه يرى بأنه هو يعني الإنسان يعود إليه، لأنه هو بالضبط كما يقال حكيم هذه الفئة، هذه العائلة أحيانا يكون فيها حكيم، هذه الأمة فيها حكيم. فلذلك الإنسان يجب أن يرى نفسه مثل ما ذكرت في هذا البيت. جواك الله دكتور، وأنا سعيد في لقائك. إذن مشاهدينا الكرام، لا شك أن من خلال هذا البرنامج وأيضا من خلال حلقتنا اليوم تكلمنا فيها عن مصالحة الذات، يجب على كل إنسان أن يصالح ذاته حتى يستقيم في هذه الحياة. أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.